خمس أسباب سريعة. ليش ممكن الرجل يقرر أنه يرتبط بامرأة أكبر منه عمراً؟ ليش؟ هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. أوكي. أول إشي النقطة اللي أنت ذكرتيها قبل الفاصل، المرأة الأكبر من الرجل عادة ما تعوضه عن حنان الأم، سواء هو كان فقد والدته بشكل فطري إنها توفت، أو إنه هو ما أخذ الحنان اللي لازم يأخده من والدته. فممكن إذا امرأة أكبر منه سناً أعطته هذا الحنان، بيصير هو متعلق فيها ومنجذب إلها بشكل كتير كبير. أوكي. المرأة اللي أكبر من الرجل بتعزز ثقته بنفسه، تخيلوا. يه؟ لأنه هي بتكون أنضج، فهي بتكون أشطر بالتعامل معه. أوكي. بتعرف تمدحه، بتعرف تحبه، بتعرف تهتم فيه، فبالتالي ثقته بنفسه بتزيد، بترضي غروره، بتعطيه شعور إيجابي نحو ذاته. كمان بيقول لك إنه من مميزات المرأة الكبيرة في السن إنها بتكون أكثر نضجاً اتجاه مشاكل الحياة. يعني الرجل ممكن يلاحظ، نفترض هو عم بتعرف عليها لهاي الامرأة، البنت الصغيرة ممكن تكون إذا شكالها عن وضعه المادي أو عن متاعب الحياة، هي رح تنقذ وتخاف، إنه رح تحس إنه هي في خطر. المرأة الكبيرة بالعمر عادة ما تكون مستقلة أيضا بعملها ماديا، فبالتالي بتلاقيها هي تصبر معه، بتسنده، بتحسسه حتى بشعور إنه هاي مش نهاية العالم، رح نعرف نتخطى هاي الخطوة. هلأ في بنات وهم صغار بيكونوا ناضجين، بس احنا بنحكي عموما بعض الرجال بيكون خايف انه يعبر عن هاي المشاعر مع بنت اصغر منه، لانه هي شايفة فيه الامان والسند. واخر نقطة مهمة جدا، انه المرأة اللي اكبر من الرجل بتكون الدراما بحياتها اقل. ليه؟ لانها مرأة بتجرب كثير، been there done that. حتى تعاملها مع الفقدان، مع خيبات الامل، هي بتكون امرأة اكثر نضجا. بعض الرجال بينجذبوا جدا للمرأة اللي بلا دراما.